الرواية تقول عن الإمام الصادق عليه السلام حينما يكون فإنه عن يمين العرش ينظر الحسين إلى ثلاث أو له ثلاث نظرات. الحسين عليه السلام لما يكون في هذا المجلس أنت قاعد شو شي شوفك، تارة ينظر إلى معسكره فتعد من معسكره، يعني أنت لما جالس بهذا المجلس تعد من معسكر الحسين. معسكر الحسين يعني شنو؟ يعني معسكر الجهاد، يعني المدافع عن الإمامة، المدافع عن الولاية، المدافع عن القرآن الكريم، وتارة من حل به من الشهداء ينظر إليك تأكل وتشرب وجاي لك ساعة وتروح. لكنما الحسين عليه السلام حينما ينظر، النظرة التي كان ينظرها لشهداء كربلاء أنت اليوم ينظر إليك الحسين وأنت منهم. ليش هذه الأشياء يقولها؟ ليش هذا الباب اللي هل قد منطينا التعين هذا؟ ثم يقول والثالثة، النظرة الثالثة إذا نظر إلى المجلس الحسين عليه السلام فينظر إلى زواره وإلى من بكى عليه، فأنت تكون من زواره ومن الباكين عليه. بعد يقول إنه مشهد الملائكة أو مشهد ملائكة الله المقربين. هذا المكان، هذا المكان اللي تقعد يسوى واحد يقول لك أنا ما أقدر أجل حسيني بيتك، خو تقدر. بابا رفعوا الراية السوداء في هذه الليلة وفي هذا اليوم للحسين عليه السلام، يقول يجذب أنوار الملائكة لذلك البيت.